معاكم في حلقة جديدة من عمال إيديا. زي ما تعودنا ألف بي طبيخ، يعني هنعمل مع بعض النهاردة حلقة جميلة جدا عن الجلاش. نطلع فاصل ونرجع على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ونبدأ مع بعض بأول وصفة معانا وهي الجلاش. هنعملها بالفراخ. عندي جلاش وهنسيبه ملفوف لحد ما نيجي نعمله. عندي الفراخ صدور ومسلوقة، عندي هنا السمنة، البيض واللبن، الثوم، البصل، مشروم، وهنا الفلفل الألوان. تعالوا نشوف طبعا ملح وفلفل وكده، بس أول حاجة هعملها أن أنا هجيب الفراخ وهقطعها. هنجيب الفراخ وهنقطعها قطع تكمل سوا، وفي نفس الوقت برضو ان انا ايه اشويها واديها طعم جميل جدا يتحط مع الجلاش. وزي ما انتم عارفين احنا نعمل النهاردة انواع جميلة للجلاش بكذا طريقة، مش بطريقة واحدة. الجلاش من الأكلات الجميلة، سهلة سريعة، في نفس الوقت برضو احنا ممكن ايه نبتكر شوية ونعملها بطرق مختلفة. الطرق دي ايه تخلي دايما أكلنا جديد جميل، وايه هتشوفوا النهاردة معانا هنعمل بحشوات حلوة جدا، وكله بقى الطعم طبعا عندنا زي ما اتفقنا. أهم حاجة ان انا ابقى متبلة الحاجة حلوة قوي، ابقى مظبطة ايه الأكل بتاعي علشان لما اجي احطه نلاقي الطعم جميل جدا. بصوا بقى كده عندي الفراخ تاخد الشوية، وهتكمل طبعا سواها بقى في الفرن، بس الاول هحط هنا شوية زيت. شيلين نحط شوية كده اهو، وهحط بقى يلا هحط البصل. هحط الثوم. طبعا انتوا عارفين الريحة دلوقتي عاملة ازاي، الواحد في السقعة دي بيجوع كده. وهقلب، هزودهم شوية زيت كده خفيف رشة، وهنقلب، وهحط الفراخ تاخد بقى الشوية، وبعدين انزل الايه الفلفل الالوان. الفراخ تكمل بقى السوا بتاعها. يلا بينا. حشوة جميلة جدا. هنعمل حشوات مختلفة، وده اللذيذ في الايه في الاكل، ان احنا عايزين دايما نعمل حاجات جديدة ومختلفة. نعم كده. اول بس ما يتشوح كده تشويحه وياخد لون، هجيب بقى الفلفل الالوان الجميل وهيتحط. نشيل كده. يلا بينا. بصوا بقى كده حشوة منورة، حشوة حلوة مختلفة.
عن اللي احنا دايما بنعمله، وهنعمل مع بعض برضو بالجبن المشكلة والبسطرمة، ونعملها بطريقة كده كأنها سمبوسك، ونتحمر ونعمل مع بعض باللحمة المفرومة. بس دي قلنا التجديد، والتانيين هيبقوا تجديد في ايه؟ في الطريقة، ان انا هلفهم بطرق مختلفة سهلة ولذيذة وجميلة جدا جدا. اهو بصوا بقى كده، تمام. هجيب بقى الصينية اللي هحط فيها اهي، وهدهنها الأول بالزيت كده، نشوف فين. ايوه اهو اهو كده. وهنجيب الفرشة وايه، هفرد كده، ندهن الجوانب كلها كويس قوي، وهبدأ بقى ايه هنا كده زي ما انتم شايفين كله كويس. انا المرة دي مش هعمل زي كل مرة في الحلقات اللي فاتت، المرة دي هعملها بطريقة مختلفة شوية، بس هتطلع حلوة جدا وهتعجبكم قوي قوي قوي. يلا هفرد بقى ايه الجلاش. هجيب اربع طبقات اربع طبقات وايه، ونعملهم مع بعض. استنوا دي كده اهو كده اهو، وهجيب هنا الحشوة بتاعتي كده. وهنجيب أربع طبقات تانيين ويتحطوا، وهحط ايه بقيت المقادير كده، وهعملها كده زي ما احنا شايفين اهو كده. وهجيب اربع طبقات تانيين، وهيتغطى، وبعد كده هنقطعه التقطيعه بقى اللي احنا حابينها طبعا بتاعتنا. السمنه هنزلها هنا تكون سخنه اهو، تسخن خالص تسيح كده. تعالوا بقى نجيب السكينة وإيه نقطعها تقطيعة مربعات سمبوسكات على حسب إيه التقطيعة اللي احنا نحبها اهو كده. ايوه بدأ يسخن كويس
اهم حاجه ان احنا نقطعها قبل ما ايه، قبل ما تخش، عشان نضمن الشكل اللي احنا ايه عايزينه اهو. كده جميل جدا، حلو قوي. عندي هنا ايه الزيت سخن اهو، السمنه سخنت، نتاكد كده ايه علشان تتحط عليها. اول ما تتحط بقى بالسمنه تلاقوها ايه هوب راحت نافشه شويه، ايه تبقى حلوه جدا معانا وتخش الفرن. وبعدين نحط عليها بعد كده لما تاخد بس لون، نحط عليها البيض واللبن وتخش الفرن تاني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نحط عليها كده الايه السمنه اهي، وندخلها الفرن. تعالوا مع بعض نطلع الفاصل بتاعنا، ندخلها الفرن وايه ونرجع على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف معانا اول حاجه هعملها علشان ايه الجلاش اللي في الفرن. هحط بيضه، هحطها في طبق في كوبايه اهو بس كده، وهاخد الاول هقلبها كويس قوي، وهجيب لبن اهو ده كده يتقلب كويس قوي 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 الميكس ده. ايوه في حتت كده لسه، ايوه اهو. وهشيل دول هنا، هطلع بقى صينية الجلاش. بصوا كده بقى اهي في نص السوا بتاعها، شايفين جميلة جدا. وهقوم حطاه كده على الوش، وايه تخش الفرن اهو، تكمل السوا بتاعها. وعلى ما ده يحصل هكون انا كده هنا جيت واولع على النار علشان تحمير الجلاش بتاعنا اللي هنعمله بطريقه جميله جدا. نشوف ايه هي المقادير. الاول عندي الجلاش جبن مشكله مع البسطرمه، وعندي الجلاش مع اللحمه المفرومه المعصجة، بتعصجوها زي ما احنا متعودين بملح وفلفل وبصل. وعندنا برضو نعملها بحشوات مختلفة، زي احط معاها الجزر والفلفل. ومعلش عشان انا عندي برد فهتلاقوا الصوت يعني ايه كده شوية، فاعذروني وتحملوني. اوكي تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. هجيب الجلاش كده، حركات بقى كده نعملها مع بعض بس ايه. تعالوا معايا، هجيب الاول دول كده، هجيب هنا افردهم كده، هجيب هحط لحمة مفرومة كده مع الجزر مع الفلفل كده، وهنلفه زي ايه السبرينج رولز اهو. كده زي ما احنا شايفين. وبعدين هقوم قافلاه، بس هسيبه كده الاول لحد ما نخلص ونايه ونقفله. هي الواحده هقوم ايه واخداها كده. عندنا بقى كذا شكل كذا طريقه نلعب بيها زي ما احنا عايزين.
براحتنا خالص، نقدر ايه نلعب بالشكل اللي يعجبنا كده. انا بعمل كده اوريكم بنعملها ازاي، وانا عامله لكم طبعا نسخه علشان نكون انجزنا شويه مع بعض واقدر اعمل لكم اكتر من فكره وشكل اهو كده كده كده. بس اهم حاجه ايه نفردها مظبوط عشان تبقى حلوه اهو شايفين كده. وبعدين بقى اجرب ان انا ايه اعمل النوع التاني اهو. كده بس اجيب سكينة عشان اقدر اعملها معاكم مظبوط اهو كده. نجيب مثلا ايه البسطرمه، جبنه الشيدر كده برضو نعملها رولز مع بعض كده. وهنا كده دي برضو نجيب واحدة يلا نجيب دي نحط هنا جبنة الموتزاريلا، نحط معاها البسطرمة كده، نحط جبنة مشكلة بقى معاها كده. لفها أول لفة، تاني لفة، لا استنوا كده الحشوة كبيرة عليها. تعالوا نشوف الفرن برضو معانا وارجع لده تاني حالا. بصوا قرب ياخد الوش اللي احنا عايزينه، بس نعلي عليه شوية عشان ايه ياخد وش حلو. تعالوا كده انا ايه هقلل شويه من كثافه الجبنه عشان اعرف اعملها كده كده. حشوات مختلفه تطلع جميله جدا. نزود بالحشوات اهو. بصوا كده جميل. يلا هنعمل كده، مش تاخد مننا وقت خالص في التحمير، سريعه اهو. بصوا حلوه ازاي، سريعه وسهله، وده اللي احنا ايه اللي احنا عايزينه، عايزين حاجة تكون سريعة وسهلة معانا. ونخلي بالنا لان هي بتبقى رقيقة جدا اوكي. و هقوم حطاها كده تعمل في التحمير. يلا نجرب برضو نحط اللحمة المفرومة ونعملها ايه بنفس الطريقة، بس نحط معاها مثلا الموتزاريلا، تبقى لحمه مفرومه بالجبنه السايحه اهو كده كده. ونقفلها هنا كده وتبدا بقى نبدا في التحمير مع بعض. سهله جدا سريعه ما بتاخدش مننا وقت خالص. انا بس عايزه اوريكم
الطريقة، عايزة أوريكم سهلة قد إيه. هستخدم البياض بس، مش هستخدم الصفار، البياض كده بس، ان انا ايه اقفل بيه اهو كده اهو، بس ما اتضحش قوي. نفس الكلام كده، يلا تعالوا بقى كده ايه على ما نقليهم اجيب لكم بقى النسخه اللي انا عاملاها الجميله اهو. شيل دول هنا، بصوا كده بتطلع حلوه مشكله وجميله. وبقى نحط معاها كاتشب، نحط معاها مستردة، مايونيز، نعمل احنا الصوص بتاعنا الجميل، كله بيطلع حلو قوي. وهنا وهي ايه ملفوفة كده، تعالوا نشوف النسخة الثانية من هنا بقى، نشوف الصينية اهو. بصوا بقى عايزاكم تشوفوا من غير ما نعمل نسخة، هو طالع فعلا حلو جدا اهو، ريحة طعم شكل يجنن. اتمنى يكون وصفات حلوة سهلة سريعة عجبوكم. عملنا مع بعض النهاردة 3 وصفات للجلاش، اول واحدة كانت بالفراخ مع الخضروات الميكس، تاني واحدة معانا كانت الرولز عملناها زي سبرينج رول كده جواه لحمة المفرومة مع الخضار، وتالت وصفة معانا كانت زي السمبوسك بالظبط بالجبنة مع البسطرمة والجبنة المشكلة. أتمنى يكونوا سهلين عجبوكم، جربوهم وبعتولنا على صفحة البرنامج عمايل إيديا على فيسبوك أو سي بي سي سفرة على انستجرام، واستنوني إن شاء الله في حلقة جديدة من عمايل إيديا.